السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابو اسم معرض كوت النباتات الزينة الداخلية والخارجية على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ازرع بيدك وزين بيتك وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله بيته وصحبه وسلم اجمعين الى يوم الدين متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشعارات جديده من الفيديوهات وعمل لايك لتوسع انتشار الفيديو على منصه اليوتيوب والمشاركه مع الاصدقاء وشعار كل فيديو يلا بينا نزرع نتكلم على نوع من الابصال الا وهي ابصال الكلاديولس والاسم العلمي لكلاديولس اس بي وهي من العائله 3 دي سي جنس من الفاصلة السوسانية يضم حوالي 150 نوع معظمها من نباتات الزينة المنزلية المهمة الاسم الشائع لأبصال الكلاديولاس كلاديول سيف الغراب ظهرة السيف أو الدلبوس تعني البهجة الموطن الأصلي للنبات جنوب أفريقيا اسم كلاديولاس معناه في اللغة العربية السيف الصغير وذلك بسبب شكل أوراقه السيفية أما اسم النوع هجين فيشير أن أصناف الكلاديولاس المزروعة حاليا كلها هجين ولا توجد أصناف أصلية منه ترجع أهمية الكلاديولاس إلى قصر فترة نمو التي تبلغ في المتوسط 90 يوم فقط وإمكانية زراعته وإنتاج أزهار على مدار السنة بالإضافة إلى تعدد وألوانه ونوراته وطول حياته ازهارها الجميله المتعدده بعد القطف كما يمكن ان تزرع في حديقه المنزل لتزيينها بالوانها الرائعه واعتبر ايضا كلاديولاس من نباتات الابصال الهامه نظرا امكانيات زراعتها على مدار السنه وعلى فترات متتاليه للحصول على ازهارها بشكل مستمر إضافة إلى أن فترة نموها قصير تبلغ بالمتوسط 3 أشهر وتتكون البراعم الزهرية خلال 2 إلى 4 أسابيع من الزراعة انقسم أصناف التجارية للكلادولاس إلى مجموعتين المجموعة الأولى منها أصناف القطف التجاري وتتميز هذه الأصناف بالشماريخ الزهري القوي الطويل والازهار كبيره ومتعدده الالوان والمجموعه الثانيه مجموعه التزيين تميز بأن نباتاتها قصيره ذات ازهار صغيره لون الازهار مرتبط بالنوع وهو نوع كالاديولاس وبرديو اما تليسينا فهي ابيض موشح بالحمره الخفيفه او ابيض عاجي تصلح ازهارها للقطف والتزيين ويمكن ايضا ان يناسب الاحواض الرأسية المعزولة او المستقلة وسط المروج الخضراء في الحدائق الخاصة والحدائق المنزلية اما النوع الكلاديولاس الهجين فانه اللون يتدرج بين الاحمر ومشتقاته والابيض القنفلي وتصلح ازهاره للقطف وتدخل في تنسيق الباقات الزهور الجميله ويناسب الحدائق العامه والحدائق المنزليه وتسرع الكرومات في اي وقت شريطية ان تكون قد تخلصت من طور السكون الذي يمكن كسره بتخزين الكرومات على حرارة خمسة درجات نوويه رطوبه من 75 الى 80 في الميه وتتأثر الأزهار بدرجات حرارة التخزين وعمق الزراعه وحجم الكرومات والصنف المزروع عمليات الخدمه لنبات الكادلوريس يتطلب تأمين ري منتظم وبشكل جيد خلال فتره النمو والإزهار ويفطم عند الماء خلال فترة السكون قطف الأزهار تقطف الأزهار مع تفتيح زهرتين أو ثلاثة إن كان الإنتاج للسوق المحلي أم إن كان بقصد تصدير فيتم القطف عند ظهور لون الزهرة القاعدية أم يتم تركها لتزيين حديقة المنزل لأشكالها وألوانها الرائعة يتم عملية التقاصر من نبات أبصال الكليديولس بالبذور الناتج عن يعني التهجين هذا بقصد الحصول على أصناف جديدة أما يتقاسم عن الرزيمات أو التفصيص ويتكاثر أيضا الكليديولس بالكرومات فضلا وليس أمرا يا تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس لكم إشعارات جديدة من الفيديوهات وعمل لايك يا جماعة لتوسع انتشار الفيديو على منصة اليوتيوب ده كان فيديو سريع ومبسط على ابصار و ومعلومات عن النبات لو في اي سؤال او اي استفسار يا ريت تكتبوا في التعليقات وهرد عليكم على طول ومع تحيات ابو اسر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه القناة مخصصة في جمع المعلومات عن النباتات الزينة الداخلية والخارجية ومعرفة تكاثرها